السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المتواضعة. طبعا الجو رائع جدا عندنا احنا الحمد لله، شوف الخضار والشجر، شيء جميل جميل أبعد درجات، شيء مش معقول الحمد لله. دائما هذه طبعا مهما حاول الإنسان لن يصل إلى جمال الطبيعة الرباني. شوف الخضرة. طبعا بعد ما نشرت أنا فيديو تصوير الأقمار الصناعية وتصويرها بشخص بنفسي أنا في مدارها المتزامن حول الأرض وإيضاح أنها موجودة ويمكن رؤيتها ورصدها من الأرض، مما يقوض كل أفكار المسطحين، توجهت تحوي هجمة من العاصفة، عاصفة كاملة من التعليقات البذيئة والسيئة. أنا لا أعرف لماذا يأتي شخص ويسب علي أنا عندما أوضح له الحقيقة. أنا فقط أوضحت الحقيقة، أنا لم أأتي بحقيقة من عندي، أنا لم أكذب عليك، أنا لم أكفر دينك، أنا لم أسب على القرآن، لم أسب على الله، لم أفعل أي شيء، أنا وضحت لكم الحقيقة. هذه الأقمار الصناعية التي كل المسطحين يكذبون فيها هي موجودة بالتصوير، التصوير الشخصي بالإضافة للناس الثانية اللي صوروها. والعلم جماعة الناس التي تقوم حاليا بضحض كل السخافات الأرض المسطحة، الغربيين أخذوا عني هذه الفكرة، وستقوم مجموعات منهم بتصوير نفس الأماكن على مستوى العالم لوضعها ونشرها للعالم. انظروا، هذا فعل البشر. طبعا جماعة الأرض المسطحة العرب كلهم فقدوا صوابهم نهائيا. أنا أنظر إلى التعليقات بالمئات، شيء لا غير مسبوق، لم أصدق أنا كمية فقدوا صوابهم، فقدوا صواب، طرطشوا. يأتي شخص يريد أن يتكلم على الأقمار الصناعية يقول لا، هنا ليست هناك جاذبية، ماشي، بعد خمس دقائق كيف هل هو في داخل الغلاف الجوي أو خارج الغلاف؟ فقدوا صوابهم تماما، لا يعرفون من أين يردون، من أين يبدأون. تم تدمير أساس تفكيرهم المسطح، يعني كل الأفكار الأكاذيب هذه بدأت تظهر. طبعا انهالت علي الشتائم والمسبات بالجملة، كأنني أنا يعني والله لو هتلر لم يسبوا عليه بهذه الكمية، شيء غير معقول وغير مسبوق. سبحان الله، سبحان الله، فقط لأنني أحضرت لهم الحقيقة. على هذه القناة ستجد فقط الحقيقة، لن تجد أكاذيب المسطحين، لن تجد خرابيط المسطحين والكلام الفارغ الذين يروجون له والجهلة الذين يصفقون لبعض. شيء غير مسبوق، لم أرى بحياتي ناس تطرطش غيظا. أنا أرى التعليق وأنا أتخيل شكل الذي كتبه كأنه يكاد يتميز من الغيظ. أنا لا أستطيع إلا أن أضحك، أنا لا أستطيع أن أفعل لكم شيئا إذا أنتم تعاندون عن جهالة. لا أستطيع أن أفعل لك شيء غير أنني أبين لك الحقيقة، والحقيقة سيدة الموقف. إذا أنت تعتقد أن هذه الحقيقة تعارض القرآن فأنت قد ظلمت القرآن، لأن هذه الحقيقة لا تعارض القرآن، هذه الحقيقة تعارض عقلك المريض، هذه الحقيقة تعارض عقلك التائه الذي يحتاج إلى علاج حتى يستوعب أنه لا تستطيع أن تنكر الحقيقة، لن تستطيع أبدا أن تنكر الحقيقة، والحقيقة ستفرض نفسها في النهاية رغما عن كل الكذابين الموجودين في الأرض المسطحة ورغما عن كل الجهل الموجودين هناك. لكن فعلا أنا سعيد جدا، مع أنه كلها مسبات كانت التفاعل، يعني التعليقات، لكن لأنهم لا يعرفون من أين يبدأون ولا أين ينتهون. تم يعني أعتقد أنها أنا نشرت فيديوهات تفنيد كثيرة، لكن وكلها صحيحة وكلها تحتوي على أشياء غير مسبوقة ومفيدة جدا، وإشادات من الغربيين حتى على المحتوى اللي عندي. لكن هذا الفيديو بالذات كان عبارة عن ضربة قاسمة بشكل غير معقول، والطريقة التي يعني تخبط فيها المسطحون بعدها مثيرة للضحك.
لا يعرفون من أين يبدأون وإلى أين ينتهون. لأنه ولحتى الآن من أول يوم بدأت في هذه القناة وأنا أنشر الحقائق وكل شيء نشرته تم حدث. كل شيء حكيت عنه، حكيت عن الفيديو عن البرازيليين قبل أن يصدر فيديو البرازيليين بشهر، وقلت عنهم نصابين، وكان تكلمت عن وجود انحناءات للناس ووضعت الفيديوهات وأيضا كل المعلومات الخاصة فيها بالدليل مع الحسابات الصحيحة لميلان الأرض. وطبعا يوميا تأتيني على هذا ذاك المنشور يعني ناس لا تعرف من أين تبدأ. أنا أعرف أن هؤلاء الجهلة والنصابين من الأرض المسطحة هم بالكاد يقبلون 20 شخص يقومون دائما باللعب بالحسابات، كل مرة يدخلون من حساب شكل حتى يعتقد الإنسان أنهم أشخاص مختلفين، لكن هم نفس الشخص، هم نفس الأشخاص، نفس المزعجين الذين يملكون هذا الوقت الهائل الذين يحاولون فيه دائما نشر السخافات الخاصة بهم كلهم. أنا لا يهمني إذا قمت بحجب 1,000,000 من جماعة الأرض المسطحة إذا وصلت رسالتي إلى شخص واحد، شخص واحد أساعده على تقوية إيمانه والمعرفة الحقيقية بشكل الأرض لتريح أعصابه. لو واحد فقط في كل العالم فأنا قد أديت مهمتي. فهؤلاء 10 الذين تم حجبهم أعتقد أنه يعني سيتكاثرون، سيأتيني أشكال أخرى منهم نفسهم، لأنهم يعني حقدوا، الحقد واضح فيهم، والأغراض يعني يكاد يتميزون من الغيظ من طريقة كلامهم. منهم من لا يقرأ حتى الرد، يريد بس فقط أن يشتم ويكمل ويذهب إلى اللي بعده ويشتم فيه كأن هذا يؤثر فيه. كل ما أستطيع، كل ما أحتاج أن أعمله هو أن تك ديليت أو بلوك، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. شكرا جزيلا. إذا أنت من الذين انضموا جديدا إلى حديثا إلى هذه القناة، أهلا وسهلا بك ومرحبا بك، وأنا على استعداد دائما إلى إجابة أسئلتكم. الحمد لله بين أمس واليوم زاد عدد المتابعين للقناة بشكل غير مسبوق في تاريخ القناة كلها من خلال اليومين الماضيين. أرقام يعني الزيادة لوحدها تساوي قنوات أحيانا أخرى. أنا قناتي متواضعة جدا وعدد المشاهدين فيها صغير، فعندما تحدث هذه الزيادات القفزات يعني تكون ملحوظة. أشكر كل الذين يتابعوني وأشكر الذين انضموا إلينا حديثا، وإن شاء الله سأبقى معكم أقدم لكم المحتوى الحقيقي الذي ينفعكم ويساعدكم في كل المجالات، ليس فقط في تفنيد مزاعم المخرفين في الأرض المسطحة، ولكن أيضا لمعلومات قد تكون مفيدة للجميع. تحياتي لكم جميعا وأشكركم على التفاعل، وجماعة الأرض المسطحة لا عزاء لكم، سأبقى أجلد في خرافتكم حتى تنتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع.